والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنكمل إن شاء الله بإذن الله الكلام عن جملة هواين بس بمثال تاني، يعني لسه ما دخل، مش هندخل في حلقة اليوم عن ذو هواين، لكن هنكمل هواين مثال تاني عليها باستخدام الري المرة دي يا جماعة. أوكي، هنعرف الري عادي، هنسميها مثلا الري 1 ديت هتساوي عناصر مختلفة، ممكن مثلا الرقم 1 كما نص نكتب جوا منه A S D مثلا كما القيمة ترو كما الري تانية فيها رقم 2 انت. لو انا قلت له مثلا الري 1 انت هيجيب لي العناصر ويقول لي ده العناصر اللي فيها 4. لو انا قلت له الري 1 دوت لينث علشان اجيب يعني اللينث بتاعها هيقول لي والله ديت فيها 4 عناصر. لو انا قلت له الري 1 العنصر اللي قيمته 0 هيقول لي والله ديت ايه هيكون عباره عن 1. ونفس السيناريو لو انا قلت له العنصر الثالث هيقول لي ده عباره عن الاثنين. تمام كده، يبقى ده 0 1 2 3 وهم 4 عناصر. حلو، جميل خالص. هنعرف فاريبل من ضمن الفاريبلز ونخليه يا جماعه الري 1 اسمه بقى الري 1 هنسميه لينث، الري 1 لينث. حلو كده، الري 1 لينث ده قيمته هتساوي الري 1 دوت لينث. حلو، يعني انا لو قلت له دلوقتي الري 1 لينث هيساوي كام؟ هيساوي 4، نفس قيمه الري لينث. تمام، حلو خالص. وهنعرف متغير ثاني وهنسميه ستارت بوينت، والاسم ديت وظيفي شويه للدلاله على ان هو نقطه بدايه، فالستارت بوينت ده عباره عن صفر. تمام، يعني نقطه البدايه هتكون عباره عن صفر. اكتب بقى انا جمله وايل والاكسبريشن بتاعي والبرنتسز فتح وقفل. وبص بقى انا عايز ايه، انا عايز اقول والله لما يكون الستارت بوينت ماله بقى قيمته اقل من قيمه الاري 1 لينث، يعني قيمته مثلا هو ابدا بصفر، قيمته صفر اقل من 4، 1 اقل من 4، 2 اقل من 4، 3 اقل من 4، يعني في عندك كده اربع حاجات هيظهروا في الحاله دي. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ اكتب لي كونسول لوك دوت لوك، وهنركبها شويه على كونسول لوك، يعني احنا مش هنسيبها فاضي. هنقول له مبدئيا كده الري هيخليه يكتب الاري 1 القيمه بتاع الاري 1، وبعدين زود على مين؟ على الستارت بوينت، زود عليها 1. حلو كده، جميل. يعني هو هيبدا الستارت بوينت بصفر. تمام، ويبص بقى الصفر اقل من اللينث اقل من 4، يلاقي ان يعني اول قيمه عباره عن صفر، فهيروح يكتب الاري 1. تمام، جميل. بعدين انا بحاول ادي لك تخمين كده اللي هيحصل، هيروح يكتب لك الاري 1 كلها، يعني ايه؟ يعني هيكتب لك السطر ده كله، ها؟ واحد وكده، بعدين يبدا برقم 1، الواحد بيحقق الشرط، يروح يكتب السطر ده مره ثاني، 2 بيحقق الشرط هيكتبه مره ثاني، 3 بيحقق الشرط هيكتبه مره ثاني، يعني هتلاقي ان السطر متكرر 4 مرات، تمام؟ بس انا مش عايز كده، انا عايزه يعمل لي ايه يا جماعه؟ عايزه يكتب لي الصفر، والصفر ده مش هو عباره عن الاندكس بتاع اول عنصر في الاري اللي هو الاندكس 0، مش هو عباره عن 1؟ فايه رايك لو نخلي، مش كده كده الستارت بوينت برضه بصفر، فايه رايك لو نخلي الاري 1 واحط لها نقطه، او اسف يا رب مش نقطه، انا عايز احط لها كاني بحط لها قيمه، والقيمه بتاعها هتكون قيمه الستارت بوينت يا جماعه. يعني نشوفه كده صح ولا غلط، او الافضل ان احنا ننسخه ستارت بوينت. حلو كده، جميل. يبقى الري 1 لما يكون جوه منها الستارت بوينت اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي القيمه اللي ماشي. اوكي، نبدا كده نمشي معاكم. طيب هو هيمشي هيلاقي الستارت بوينت اول قيمه ليها صفر، الصفر اقل من 4. فبص يا سيدي، اكتب لي الري 1 لكن العنصر اللي قيمته قيمه الستارت بوينت، يعني العنصر اللي قيمته كام؟ صفر. فيطلع لي قيمه مين؟ قيمه العنصر اللي قيمته صفر، يعني العنصر اللي ترتيبه في الاندكس رقم صفر قيمته كام؟ هيطلع لي 1 في السطر الاولاني، ويقفل وينزل بعدين يزود 1. الستارت بوينت قيمتها بكام؟ بواحد. الواحد بيحقق الشرط؟ بيحقق الشرط. اكتب لي الاري 1 كلها؟ لا، الستارت بوينت اللي فيها. طيب قيمه الستارت بوينت كام دلوقتي؟ 1، يعني انا عايز العنصر اللي ترتيبه رقم 1 في الاري.
فهمتني كده؟ فانا لو نفذت الخطوه ديت اللي هيحصل هيديني الناتج ده تجمع، ابتدى بواحد وبعدين اس دي بعدين اتنين، او قال لي ان العناصر بتاعتك الثلاثه اللي هم ايه من اول اندكس 0 واندكس 1 واندكس 2 واندكس 3. ده بالنسبه لي ازاي بحاول استخدم او مجرد توظيف او يعني بحاول بالمراجعه كده على الاري وازاي بستخدم فيها جملات. هو يا رب اكون وفقت في التوضيح معاكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.